دايما جاهزة. مين دايت مين والناس نايمين؟ أنا عدوي النوم، أنا دايما بنام متأخر برمضان وبرا رمضان. بنام بوقت مأخر. أنا بالعادة بنام كتير مأخر بكل أيام حياتي. بنام وقت اللي بيجين النوم. لا دايما بنام في ساعة متأخرة جدا. متأخر. إذا بدي نام متأخر فطبيعي بدي فيق متأخر عشان إشبع نوم. لأنه بنام مأخر بوعى مأخر. هيا بكير، أنا بوعى بكير يا زلمة. ماشي عادة أنا شغيل ليل. لا بوعى بكير. ما في روتين محدد بس نسبيا يعني بوعى بكير. لا في رمضان ما بصحاش متأخر. بدر. أكيد باكل حلو. باكل حلويات ومالح وكل شيء. أبدا أنا ما باكل حلو. برمضان وغير رمضان نقطة ضعف الحلو. بحافظ على شقتي بس اجمالا بشهر رمضان يعني باكل حلو اكثر من السنه كلها. ابدا ما باكل بعض من الحلويات ومحافظه على الاكل فعلا. لا حلويات هنهزر. قاعده بالبيت يوم هيك يوم هيك. اجمالا انا ما بمارس طقوس رمضان يعني فحياتي طبيعيه مثل رمضان مثل اي شهر اخر. 90% من الافطارات بالبيت وانا شخصيا بطبخ بالعموم بيتوتي دودة يعني هنا وهنا بس يعني بحب البيت أكتر. بيت. لا أكيد بحب تكون فترة راحة برمضان. حلو الواحد هيك يقعد يسترخي يشوف الأهل الرفقات يشوف الأعمال اللي عم تنعرض مسلسلات ليش لا. لا هي فترة للراحة ولأنه أنا يعني مغنية بغني فدائما برمضان ما بيكون في كتير حفلات فراحة وفاكيشن. فترة رمضان بتكون راحة للجميع إلا إذا كنا فاتين المسلسل وبعده مش خالص يعني مضطرين نصور برمضان. بشتغل كتير برمضان إذا كنا خالصين تصوير المسلسل. لا ما بشتغل أبداً كون بالبيت بحضر المسلسل بس إذا ما كنا خلصنا تصوير كون بعدني عم صور خاصة أول أيام رمضان بخف الشغل. بيبقى في رمضان ساعات بنصور وإحنا بنكمل يعني بنكمل تصوير في رمضان شغل كتير. إحنا هنخلص في رمضان. لا الشاي ما بحبوش القهوة بحبها. قهوة. لا بكثف السوشيال ميديا برمضان بصراحة. لازم قليل بس هو كلنا بحكم الحياة كتير. لا برمضان ولا بغير رمضان أنا لست على السوشيال ميديا. برمضان بلزق بالسوشيال ميديا صراحة لنتابع الحلقات كومنتات الناس التفاعل الناس فبكون موجودة على طول على السوشيال ميديا وبرد على كل الناس بعطيها حقها من جديد. السوشيال ميديا أنا يعني بعافية شوية فيها أقل بصراحة على الاثنين MBC وشاهد بتفرج عليهم بس شاهد أكتر. لا أكتر على شاهد وعلى وقتي يعني على بحضر مسلسلات رمضان على شاهد أكتر أكيد قدر المستطاع يعني على شاهد وعلى التلفزيون اللي بنقدر عليه. شاهد طبعاً فيش كلام يعني شاهد. بحضر مسلسلات على رمضان أكيد على شاهد عيب يعني وجيتوا لعنا شاهد رمضان معانا.